ازيكم يا جماعه؟ اهلا بيكم في حلقه جديده من النهارده. هنتكلم عن خلاص يا جماعه، واضحه من اولها. النهارده هنتكلم عن الركب. الركب يا حديد، عملنا البرنامج ده عشان نجاوب على اسئلتكم، وكتير منكم بعت لنا. واحنا سالنا ضيوف، اول سؤال النهارده: بقالي فتره بعاني من وجع في المفاصل وبالذات ركبي، رحت وعملت تحليل واشعه والنتيجه ان طلع عندي روماتيزم، كمان عرفت انه مرض ملهوش علاج، هل كده خلاص؟ ده سؤال كويس. في اسباب كتيره حاطه ركبنا في دماغنا. لما كنا صغيرين اتقال لنا شقاوة كتير هتبهدل الركب، واحد تحميك وتترشك، وحاجات تانيه كتير كانوا بيقولوها لنا واحنا صغيرين. بس الحقيقه لما كبرنا اكتشفنا حاجتين. اولا الحجس وحش، كل ما بنكبر ركبنا بتخوف. تاني حاجه، كتير مننا ركبه ومفاصله بتعاني من امراض كتيره جدا، منها الروماتويد. وللاسف المرض ده مش بس بيقف عند تزييق الركب، ممكن حتى ولو في سن صغيره ياثر عليك بطريقه صعبه شويه. I remember there are a couple days I remember in particular. I remember the feeling of the glass when it cuts your feet. Like I remember that I used to get out of bed and I felt like I couldn't walk because there was so much pain in my feet. دي بطلتنا النهاردة، دكتورة مونيكا أجرو. دكتورة مونيكا دكتورة قلب، وكان عندها 3 عيال في أقل من 4 سنين. تخيل الضغوط اللي كانت عليها وهي دكتورة قلب. So I had one hanging on my, holding in my arm. And one was usually hanging onto my leg. I literally had a child on the breast. ايه وقفت ليه؟ بتقول الستات بيعملوا ايه في البيت؟ طب اعملوا ربع طيب. And when I came home from work, that's how it was, and that was life for me. تعالوا يا اولاد احكي لكم قصه مونيكا. هي مش قصه روماتيزم ولا ركب، لكن الموضوع اكبر من كده بكتير. 4 months after I had my third child, I got sick. I was always a runner and very active, but I started developing these joint pains. And it started out with a finger, and that went away. And then it went up to another joint in my finger, and then it went to a shoulder. And so over several weeks, I went from being very totally functional to being completely invalid. ده يا ولاد للأسف الحاجات اللي بيمر بيها معظم الناس. بيبقوا مش مصدقين اللي بيحصل لهم، خصوصا لو سنهم صغير. بس للاسف بيجي اليوم اللي بيفتح عينيهم على الحقيقه. مزيكا دراما يا ابني. One day I remember I wanted to run up the stairs and pick up the baby, but I couldn't. I couldn't get up the stairs and I had to crawl up the stairs that day. My husband found me laying at the bottom of the crib crying because I couldn't get the baby out of the crib. I couldn't get up. I couldn't lift her. ده اليوم اللي تشخص فيه دكتورة مونيكا بمرض الروماتويد. بس أنا مش جاي هنا عشان بس أتكلم عن الروماتويد. الروماتويد مرض مناعي، مش مجرد مشكلة غضاريف، مش تعب في المفاصل، مش إصابة كورة. هي يعني إيه مرض مناعي؟ أنا أمي عندها روماتيزم، هو كده ممكن يجيلي؟ أنا خايف ولادي يجيلهم التهاب في المفاصل زي مرض مناعي. يعني الجسم بيتقلب على نفسه، جهازك المناعي المفروض يحميك لا 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 لا. إيه مش عايزين كلام علمي؟ لا 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 لا. طب عايزين أشرح لكم الموضوع زي الأطفال؟ عارفين لما بيبقى فيه ناموسة؟ لما الناموسة بتقرصك بيحصل التهاب، اسف، واوا في جلدك. الالتهاب ده هوت، الواوا دي شغل الجهاز المناعي. المشكله لما الجهاز المناعي يسوء فيها رد فعله يبقى زياده حبتين. المشكله ان لما الموضوع بيبقى في مرحله متقدمه بيحصل زي ما حصل بالظبط مع دكتوره مونيكا. I walked into the waiting room and there are people in wheelchairs and there are people with canes and I remember feeling so humbled and small when I walked in there thinking this is my future. The rheumatologist I met, he said, well, you know, you have a very advanced form of rheumatoid arthritis. When the numbers are this high, we have to be very aggressive and very fast. So he said that within a week, he wanted me to stop nursing my kid and get on medicine. He said I didn't have time.
طبعا في ادويه كتير لكده هوت علشان الاعراض ديت، مضادات التهاب، ادويه اسمها ديزيز موديفاينج دراجز، كورتيزون، وكوكتيل كبير قوي بقى ويابا ايه. لكن للاسف الادويه ديت بقى ساعات بيبقى ليها اعراض جانبيه كتير لا مؤاخذه. So I did. I came off. I stopped nursing. I cried every day. I got better. My joints got better, but my hair fell out. I was nauseous all of the time. I had a metallic taste. I lost all this weight. So it was a very tough time for me. وده طبعا معادنا في كل حلقة ان انا اقول لكم ان الاكل هو السبب وكله نباتات وكلام فارغ. طبعا انا مش ممكن. ايوه انا جاي النهارده اقول. بس قبل ما امسح بيكم زي كل حلقة في مشكلة صغيرة، لان اول ما اقول ده مرض مناعي الرد بيتقال بس دي جينات. والحقيقه لا، الكلام ده صح بس مش قوي. يعني الجينات فعلا ليها دور، بس جينات زي الرصاصه اللي في خزنه المسدس، طول ما هي في خزنه المسدس مفيش مشكله. المشكله بقى لما تضغط على الزينات. زينات صدقي. اللي بيضغط الزينات ممكن يبقى اكلك، اللايف ستايل بتاعك. انا عارف ان انتم مش بتحبوا الكلام ده هوت، بس منتجات اللحوم والالبان والاكل المصنع حتى النباتي منه بيضغط الزينات ده. مش انا اللي بقول كده، يا عشرات من الابحاث اللي بتقول ان البلان بيز دايت، الاكل النباتي الصح، بيقلل احتماليه الالتهابات دي. وده اللي اكتشفته مونيكا بعد ما قابلت خبيره التغذيه وقالت لها ازاي تغير حياتها. She said, let me just do your profile. She came back to me with all these changes and I was shocked. I did everything she said and within months I was a new person. I think about a year after I was on meds, I decided to take the leap and come off medicine. I weaned myself off and as a treat to myself, I ran my first triathlon. ايه ده؟ هو انا ينفع العب رياضه وانا عندي روماتيزم؟ يا عم شكلك بتسرح بينا، تراي اسلون ايه بس؟ ده انا بايت في الشارع من امبارح علشان الاسانسير عطلان. تراي اسلون، الناس ركبها بتزيق يا حاجه، تقولي لي تراي اسلون؟ سيبنا من تراي اسلون. ما تخلوش يعني العشمية قصة مونيكا مش أكل بس، لا إيه اللي بيعملوا الأكل؟ مونيكا عشان دكتورة قررت تبحث أكتر في الموضوع ده. And so it was the first time actually that I started thinking about the role of the food that we eat and how it can trigger illness. And I went to Harvard and met doctors and asked them, well, how does this work? How does the gut work? And they started teaching me about microbiome and gut flora and how that associated with illness. I found for me, I think that my trigger for inflammation is dairy. ثانية واحدة، أنا سمعت موضوع الميكروبيوم ده، مش ده اللي بيطلع في علاج الزبادي؟ للأسف يا جماعة الكلام ده هو مش علمي على الإطلاق، لأن لو في حاجة بتعملها منتجات الألبان فإنها بتبهدل الميكروبيوم بتاعك. شركات اللبن والزبادي سحبوا إعلاناتهم على البرنامج وما فيش ميزانية نكمل. خلاص كده يا جماعة، فركش 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 يا طب بقولك يا مونيكا، كملي انت بس لغاية لما ارجعلك يا مونتي. So just a little background on what the microbiome is and the microbiota. So the microbiota are the bugs in your gut, but not just in your gut. They're on your skin. They're on any orifice that's open to the air. And so you have all these bugs. They have their own genetic makeup, which is the microbiome. All of those bugs have the ability to make certain hormones. يعني انت اصلا جواك وحواليك وعليك كمية بكتيريا مرعبة. بس لا داعي لده. البكتيريا اللي جواك فيها 200 ضعف الماده الجينيه اللي في خلاياك. طول ما انت بتاكله اكل كويس ده بينعكس كويس على صحتك. لكن لما تاكله اكل مش صحي ممكن الميكروبيوم وصحتك تتعب، زي ما بيحصل مع معظم الناس اللي بتاكل الاكل ده. If you eat, for instance, like a very standard Western diet, which we've exported to the world, which is very high in processed foods, simple sugars, a lot heavy in red meat, lots of dairy. When people eat that kind of food, you have a very different gut bug makeup than somebody who eats more of an agrarian type of diet, which is mostly plants and nuts and seeds. And so they're very different gut biomes as well. شكلنا هنكمل كده زي بالظبط مونيكا لما كملت على بقيه العيال.
And I realized that as a physician, I'm doing such a disservice because I'm giving out all these medicines and I'm not making people better. I make a food pyramid for them, for instance, and I'll say, well, this is the optimal zone of where I want you to be, which is what? Whole grains, 100% whole grains, and I teach them about that. That's legumes and beans and nuts and seeds and fruits and vegetables. And I say, this is the optimal zone. And then I put on top of it, I maybe put fish, and then on top of that, I might put chicken. And then I have a little on the top of the pyramid, red meat and cheese and processed foods and simple sugars. And that's the zone I don't want you to go in. أنا عارف إن في ناس بتضايق مننا كل ما بنجيب سيرة اللحم. بس أنا متفاهم إن أنت بتحب الشاورما. الريش، الطرب، الكوارع، انتوا كاتبين كل حاجة في السكريبت بحرف الر؟ ازاي بعد ما كنت متعود على الأكل ده هو تأكل خضار وجرجير ورغم ده حتى ما عادش له طعم ولا ريش؟ معلش أنا عارف أنت ممكن تكون محبط، أنت مش عارف تنطق، قصدي تستطعم الأكل في الأول، لكن علشان ركبك كل يوم عارف اللحمة دي ممكن تعمل في ركبك ايه. So red meat in general has the most saturated fat, plus red meat has heme in it, which has been associated with increased free radicals. عارف هتقولوا ايه؟ ما نقدرش، صعب. طب ناكل ايه؟ لكن الموضوع مش قفش، واحدة واحدة. So I don't make people go from 100% of the way they're eating and make them 100% plant-based. You wanna phase them out of all of these choices. That's correct. And when they turn to plant-based diet, they can see the result. Oh, they'll see the result and their palates will change. موضوع انك تغير حياتك ده مش حاجة سهلة. زي كده انك تحاول تغير فكر الناس وتقبلوا التفكير ده هو من غير ما يقطعوا عندك الإعلانات. عشان كده انت ممكن تبتدي بالتدريج عشان نفسك. عشان صحتك. عشان ركبك. ابعتوا لنا فيديوهات بأسئلتكم على صفحتنا على الفيسبوك، وكل أسبوع هنختار موضوع نتكلم فيه وهنجيب خبراء يردوا على أسئلتكم. تأكدوا من إن السؤال يكون واضح ومدة الفيديو ما تعديش الدقيقة.